حاجة حلوة لازم نقولها لكم. دايما بنتكلم ان الراجل والست لازم يكون في بينهم مودة ورحمة، بس لما نشوف ان الراجل بيعمل كل حاجة عشان يعالج مراته، ينزل في الشارع ويغني في المترو في كل مكان، ويرجع بالليل عشان يشتغل في المحل بتاعه عشان يحلق عشان يجمع فلوس ويعالج مراته، يبقى نيجي نشكره، نيجي نعرف القصة، ده نعرف قصة باسم ومراته وايه اللي بيحصل. السلام عليكم. ازيك يا باسم؟ عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ تمام؟ تعالى اقعد عشان عايزين نتكلم مع بعض. انا جاي لك من اخر الدنيا. احنا فين دلوقتي يا باسم؟ احنا هنا في شبرا الخيمه. هنا شبرا الخيمه. اه، ايه قصه باسم بقى؟ خليك بالجدار بتاعك اقعد، وانا هقعد على طرف الكرسي واحكي لنا القصه كلها. باسم بينزل يغني في الشارع ويجي بعد كده يجي هنا المحل ويشتغل شغلانته. ده محل انا اكل عيش، ده شغال حلاق. دي مهنتي من زمان. حلو. انا اصلا بغني في فرقه موسيقى عربيه في قصر ثقافه شبرا الخيمه اللي هو الشارع بتاع الشارع الجديد. فنفسي ربنا يكرمني بقى واتشهر، دي حاجه برضه جنب المجال بتاعي ونفسي ربنا يكرمني، بس ايه في يعني في مشوار الفني بس. وانت بتحب الغنى وعزف الجيتار وبتحب اغانيك انت الشخصيه انت اللي بتعملها؟ اه. وكل ده انت ماشي في طريقك وبتجمع كل الفلوس اللي تقدر عليها عشان تقف مع مراتك في المحله اللي هي. اه، هو زوجتي كانت من فتره كده كانت رجليها تعباها، وقلت ربنا كرمني. متجوزين بقالكم كام سنة؟ احنا بقالنا 3 سنين كده. وكانش في عندها أي مشكلة بأي لا، حاجة؟ كانت تعبانة وأنا متجوزها أصلا كانت تعبانة. فلما رجليها حصل فيها المشكلة دي قلت رب يعني نعمل عملية ونظبط لها مشط رجليها، كانت عملية سمكرة. فالعملية أدت لبعد كده غرغرينا، يعني ما نجحتش. دي مش هو ده مش خطأ طبي، بس هي كان غلط من عندنا لأن رجليها ما فيهاش إحساس أصلا. فحصل على اساسه بقى. اه، فعملنا بتر من قيمة شهر. فكنت بس يعني طالب من بس من ربنا انه يقف معايا بس ويساعدني، واللي انا اقدر بس اجيب لها جهاز بتاعها واعوضها بس واعوضها خير. هي انسانة كويسة جدا وهي تستاهل كل خير، ربنا يخلينا حمزة. ربنا يخليها لك يا رب ويكرمنا ويزود من الرجاله اللي زيك. على الله فكره يخليك. الله عشان يخليك. اللي انت بتعمله ده يعني درس لكل الرجاله ازاي ان الراجل يكون ظهر وسند، ما الراجل هو السند والامان. الحمد صح؟ لله. الحمد لله. باسم ايه اللي جاب لك الفكره بقى انك تنزل الشارع وتغني وبتغني في المترو وبتغني في انا الشارع؟ بحب الكلام ده كله، يعني انا الفن، انا بموت في المزيكا وبحب ابسط الناس وبحب اشوف الناس كلها على طول بتضحك، ما فيش حد حزين. ولما بتنزل الشارع تغني الناس بتعمل ايه؟ انا يعني الحمد لله يعني اقبلوا التصوير والناس بتقول لي ربنا يكرمك وصوتك حلو وصوتك، بسعى غنيت برضو فين؟ غنيت في المترو في وغنيت فين؟ المترو. ورحت السعودية، كنت بغني في السعودية برضك لا فترة في المترو برضو. هنا في مصر. تعالى نقف كده، تعالى عشان نقدر عشان نشوفك بالجيتار احسن ونشوفك احسن. لما بتغني اه، فين في الشارع في مصر؟ غنيت في المترو، انهي مترو؟ في في انهي حته؟ مترو ومترو بتاع شبرا الخيمة. كنت راجع من بقى من دار الأوبرا من اللي هو الكورنيش، كنت راجع وكنت وطلعت الجيتار قعدت اغني، الناس كانت مبسوطة جدا وكانت سعيدة جدا وانا بغني. وبقى عجباك الفكره بقيت تنزل كل شويه تعمل كده. طب ما تيجي قبل ما نكمل حوارنا سمعنا حاجه ليك اغنيتك صح؟ لا، في حاجة ممكن نسمع، يعني مفيش حاجة جاهزة دلوقتي اه ليا، بس ممكن نسمع حاجة كده شبابية كده برضك يلا تفرفش الناس يلا وكده. يلا بنت الجيران شغلانة عليا، وانا في المكان في خلع حواليا، مش عايز حد ياخد باله من اللي انا فيه، شفت القمر صغر ليالي، وهموت عليك رب العالم بيا، سيب شباكك مفتوح الليل بتفني بهوايا، انت قاعده معايا عينيك ليا مرايا، يا جمال مرايه العين خليكي، لو هتمشي ناديكي انت ليا انا ليكي، احنا الاتنين قاطعين. حلو يا باسم، حلو، عاجبني ان انت دارس وعاجبني ان انت مكمل في اللي انت بتحبه. انت عندك كام سنه؟ انا عندي 28. عندي لسه صغير، لسه قدامك مشوار طويل وما وقفتش على حد.
ما دورتش حد لا يديك الحمد فرصه، لله. نزلت وعملت لنفسك هويه، انزل في الشارع مش عيب، عادي مهنتك اللي بتاكل منها عيش الحمد لله وبتعمل الحاجه اللي بتحبها، الحمد لله، واقف كله ظهر كله لمراتك ما بالحلال. شاء الله. هتتحسد النهارده يا باسم على فكره، كتير لا الحمد هيقعدوا لله، يقولوا الستات تقول عايزين راجل زي باسم هي كده. بنت حلال، هي بنت حلال وتستاهل والله، ربنا يكرمك هي ويسعدك بنت حلال فيها وبنت يا رب. اصول وانسانه جدعه، خلي في علمك بتقف جنبي كتير، هي وش السعد اللي انا هيبقى عندي محل واسافر واروح واجي والدنيا تبقى زي العسل معايا. طب انتوا تعرفوا بعض ازاي؟ انا كنت شغال في هايبر ماركت هنا اسمه هايبر القدس في شبرا الخيمه هنا، كانت هي شغاله في كاشير وانا نزلت امن، وبعد كده بقى حصل ما بيننا بقى، هي حبتني الاول بعد كده هي خلتني احبها، فهي انسانه جميله جدا، انسانه جميله جدا، هي اصلا تستاهل كل خير كمان، وربنا يسعدها في حياتها يا رب. تحلم بإيه؟ إيه اللي نفسك توصل له يا باسم؟ نفسي ابقى مشهور، ومش يعني أنت مشهور، أنت لسه هي يعني مشهور. مش حكايه ما ابقى معروف قوي، بس نفسي اسعدها هي، بس اعمل لها حاجه تبسطها هي، بس هي وامي وحمزه حمزة. الزغنطه ده، اعمل حمزة له كام سنة؟ مستقبله. حمزه عنده 2 ونص، ربنا يخليه لك. في الصوره هنا ورانا هنا فين؟ لا هنا. طب هاتهولي لفة هو حمزة. أنت ملبسه بابا نويل كمان؟ حبيبي ربنا يسعده لك يا الله رب. يخليك، الله يخليك. بص يا باسم، احنا بالنسبة لموضوع مراتك احنا في ايدينا حاجة صغيرة كده، ان احنا نتواصل مع جمعية الهرمون، وتواصلنا بالفعل، احنا طالبين منك الورق تبعته لنا على الواتساب، هنا الاثنين وبإذن الله يا رب، بإذن الله يا رب بتعاون مع جمعية الهرمون الجهاز التعويض اللي انت محتاجه ده هيكون ربنا يخليك يا رب، عندك. ربنا يخليك يا رب ويسعدك يا رب. اما بالنسبة لموهبتك، الفيديو ده هنطلب من كل الناس اللي بتشوف، يا ريت ادعموا باسم، ادعموا كل واحد عنده موهبة، ادعموا كل واحد نفسه ان هو يوصل ويحقق حلمه، والامكانيات مش في ايد حد، بس انت في ايدك تدعمه، في ايدك ان الفيديو ده كل الناس تسمع باسم وتشوفه وتشوف اللي هو بيعمله، الى جانب ان باسم ما وقفش على حد وما طلبش حاجة من حد، نزل في الشارع عنده موهبة حابب حاجة يعملها نزل غنى، الحمد صح؟ لله، صح الواحد لما بيعمل حاجة هو بيحبها ومؤمن بيها صدقني بتوصل احسن من الواحد يكون عنده موهبة وهو مش حاسس بيها. واحنا الحمد لله يعني عندنا والدنا الله يرحمه، الله هو يرحمه. مربينا اللي احنا ما بنطلبش حاجه من حد، ما مش مستنيين المساعده من حد، بس على قد ما مستنيين ايه، انت انزل اشتغل واعمل، وانت هات الجنيه بايدك انت، ده احسن حاجه، هو صح الله عندك يرحمه حق، علمها الله لنا. يرحمه يا رب، وزين يخليك ما ربى على حبيبي، فكرة، الله يخليك يا واللي استاذ. انت بتعمله مع مراتك واللي انت بتحاول انك انت تكون بالشكل ده، ده برضو درس لكل الناس اللي بتشوف على كمية المشاكل اللي بتحصل بين الازواج والبلطجية اللي بيجيبوهم لبعض لا لا لا، الحاجات اللي مش الجواز لطيفة اللي بنشوفها، رحمة في ومودة، حاجات حلوة موجودة على فكرة، في حاجات حلوة موجودة، في ناس بتعرف تصون بعض في الجواز. صح. بس انا مبسوط احنا اتقابلنا، ربنا يخليك وعايز يا اختم استاذ اللقاء ده دائما نسمع منك حاجة تانية، عايزين كل حبيبي. الناس تسمع باسم على قد ما تقدر النهارده. اقول لها نفسي اسالك سؤال بسيط مش لاقي أي إجابة ليه، بلاقي في قرب منك كل شيء أنا نفسي فيه، نفسي أسألك سؤال بسيط مش لاقي أي إجابة ليه، بلاقي في قرب منك كل شيء انا نفسي فيه، ليه بنادي الناس باسمك وابقى خايفه ان خصمك، حاسه اني بقيت باسمك في الهوى اللي بعيش عليه، ليه بنادي الناس باسمك وابقى خايفه ان خصمك، حاسه اني بقيت باسمك في الهوى اللي بعيش عليه، ليه بشوف الكل شكلك، ليه بعيش دايما مشاكلك، حاسه اني نصي شكلي واني نص التاني، شكلك فيك حاجات موجوده فيا حبه حبه تزيد شويه، احنا فينا حاجات كتير زي بعض وهي هي. الله انا احلى بغني باسم، كمان وعندي برد، يعني انا مش قادر، الف سلامة يعني عندي عليك. برد تعبني بقالي كل يومين. اللي بيحصل النهارده حلو، الله وكل يخليك، حاجة بتحصل معاك حلو، واللي الله انت بتعمله يخليك، مفيش احلى منه، الله وكمل يخليك، ده اللي الله اقدر يخليك يا اقوله. استاذ يلا حبيبي، بشكرك يا باسم، شكرا يا تسلم، استاذ على حضرتك. شكرا.